السلام عليكم، يعطيكم العافية هندسة. إن شاء الله اليوم راح نناقش مجموعة من الأسئلة، كيف حساب السنترود والمومنت أوف إنيرشيا لمجموعة من السكاشن الشباب. أول إشي أنتوا أخذتوا مع الدكتور في صفحة يا شباب لازم تكون معاكم أو بتدخلوا فيها في الامتحان، هذه بتحدد لك كل شكل كيف المومنت أوف إنيرشيا في اتجاه الإكس وفي اتجاه الواي. يعني لو قلنا شكل مستطيل راح يكون المومنت اف انيرشيا في اتجاه الاكس بيساوي ايش؟ احفظوا هي محور الاكس هاي محور الواي. دائما لما يكون الاكس راح تلاقي انه ايش؟ بي في دي، بي هذه في دي تكعيب على 12، الواي العكس راح تلاقي دي في بي تكعيب على 12. المهم نفس الشيء للمثلث، وهي عندك كمان ايش؟ مساحه كل شكل للدائره. يعني هذه الجداول بتكون معاك المساحة والمومنت اوف انيرشيا في الاكس وفي الواي. هاي عندك كمان دائرة مفرغة، يعني عندك يعني هذه المنطقة بس الموجودة، أما هذه فاضية. في عندك نص دائرة، في عندك يعني كل هدول أشكال ممكن من خلالها لو أجت لك إنك كيف تقدر تحسب مساحتها أو إنك تحسب المومنت اوف انيرشيا في اكس أو في واي. طبيعي يا شباب إحنا لما يجي لك في الامتحان او في يجي لك يعني سؤال راح يجي لك شكل زي هيك، راح يتكون من اكثر من شكل. يعني زي هذا الشكل يا شباب، السكشن هذا ايش بتكون؟ بتكون من زي ما انتم شايفين مستطيل، جوا المستطيل في فتحه دائره. هل قلت اللي بدنا نعرفه او نهتم فيه ان يا شباب اي فتحه بدي اعدها نقطه ايش؟ يعني حاجه بالسالب. ليش؟ لان انا بدرس المقاطع. طب تصور انا عندي هنا صفيحه مستطيله وفي عندي هنا فتحه دائريه، وين هي في هذه المنطقه؟ هقيت كيف ممكن احل هذا الموضوع؟ عشان احل هذا الموضوع يا شباب ايش بساوي؟ بفترض انه الصفيحه كامله، يعني انه عندي 60 في 30 هذه كلها مستطيله، انه كلها ايش؟ كامله. وبفترض انا ايش بالموجب، وباجي لمنطقه الفراغ بحطها ايش؟ بالسالب يا شباب. يعني فهمتوا علي كيف؟ يعني هذه كلها بالموجب وهذه قيمها راح تكون الدائره ايش؟ بالسالب. عشان هيك لو جمعت التنتين مع بعض راح يديني مين؟ المنطقه مين؟ الخارجيه. يعني لو جمعنا مساحه المستطيل ناقص مساحه الدائره راح يدينا المنطقه المظلله اللي هي اللي انا بدي اياها، لان مكان الدائره ايش؟ فراغ. ففي جدول يا شباب، يعني انت اعتمد، لو اجالك سؤال اعتمد انك تعبيه جدول زي هيك افضل لك وارتب. اول شيء ايش بتساوي؟ تيجي بتسمي، تفرض انه هذا الشكل واحد، هذا الشكل اثنين. بعد ذلك بتيجي بتقول بدي احسب اريا للواحد، اريا للمستطيل 60 في 30 1800، الاريا للدائره اللي هو ايش؟ اما بقول باي ناقص تربيع او باي على 4 في ايش؟ في القطر، لانه مدينها القطر، يعني بقول باي على 4 في ايش؟ في 16 تربيع يا شباب. هيك بحسب مين؟ بحسب المساحه تبعت مين؟ الدائره. بس قلنا احنا مساحه الدائره راح احطها ايش؟ بالسالب. طب ليش؟ لانه هي منطقه فراغ، لان انا حسبت مساحه المستطيل كامله وحسبت مساحه الدائره حطيت بالسالب عشان انقصها. يعني تعودوا اي منطقه فراغ بتاخذها بتحطها بالسالب زي هيك. هلقيت بعد ما انت تعبي مساحه الشكل تيجي بتعبي ايش؟ قبل ما تبدا في كل هذا يا شباب بدك تفرض اللي هو المحاور تبعتك اللي بدك تحل عليها. طبيعي دائما افرض المحاور دائما على الشمال وفي القرن الاسفل، يعني افرض المحاور عندك هنا الواي وهنا يا شباب الاكس. تمام؟ فقلت لما احنا بنحكي الشكل الاول هذا اللي هو 60 في 30 قديش ايش اسمه؟ السنترود تبعه ببعد عن ايش؟ في اتجاه الاكس. طبيعي المستطيل راح يكون السنترود تبعه في النص، يعني في هذه النقطة. طب هذه النقطة قديش بتبعد في الاكس عن المحور هذا؟ هذا طول المستطيل قد ايه؟ 60، ومركزه بيجي في النص، يعني قد بدها تكون 30 يا شباب. تمام؟ بعدين بدك تيجي لمين؟ للدائرة. الدائرة وين مكانها؟ هي وين؟ موجودة هان. وين مركزها؟ في نصها. طيب المسافة من مركز الدائرة لا محور، يعني
بعد مركز الدائرة عن محور الاكس هذا قد ايه؟ بنزل مستقيم هل بكون من هان لهان يا شباب؟ هاي يا شباب من هان، هاي المركز من هذا المنطقة لهان، هذه المسافة هي مين؟ 42. بعدين ايش بساوي؟ بضرب المساحة في ايش؟ في اللي هو ايش؟ اكس سنترويد الاكس، تمام؟ يعني بضرب 1830 وبضرب هذه قلنا ايش؟ سالب 201. السنترويد الاكس بتحطه زي ما هو بالموجب يا شباب، يعني زي ما هو هي 42، تمام؟ بعد هيك بتطلع ايش؟ حاصل الضرب. بعدين بتيجي لمين؟ للواي. سنترود اللي هو المستطيل من بيجي في النص. طب قد ايه قراءة اللي في النص عن الواي؟ يعني قد ايه البعد هذا؟ هذا 30 راح يكون 15. نفس الاشي مركز الدائرة راح يكون وين يا شباب؟ هيو هان. قد ايه ببعد عن مين؟ عن الواي كمان 15. فهي 15 15. طيب المساحة نفس الاشي بضربها في ايش؟ في واي، في ببعد ايش؟ سنترود عن واي لكل شكل. وقلنا المساحة عنها ايش؟ هذه بالسالب، فلما تنضرب ب 15 تطلع عنها سالب. لقيت في قانون بقول لك عشان تحسب السنترود، بقول لك هو مجموع كل الاريا ضرب ضرب السنترود تبعها، يعني بدي الاكس سنترود في اكس للشكل ككل، ومجموع كل اريا ضرب السنترود تبع الشكل الواحد على مجموع الاريا، تمام؟ يعني لو اجينا اخذنا هذا العمود قسمناه على هذا العمود، بيديني سنترود في اتجاه للشكل كله في اتجاه الاكس، لو بطلع 28.5. لو قسمنا هذا العمود على هذا العمود المجموع هذا على هذا، بيديني سنترود الشكل في اتجاه مين؟ واي. قد ايه بتلاقيه؟ 15. منطقي يا شباب، لان تعال تشوف الشكل متماثل حول واي، يعني فاكيد راح يكون السنترود وين؟ ايش اسمه؟ راح يكون السنترود ايش؟ في النص، يعني ال 15. طب السنترود هنا قلنا قد ايه؟ 28.5، مع ان الطول قد ايه هذا؟ 60، يعني هي اقرب للنص هذا. طب ليش اقرب للنص هذا؟ ليش مش 30؟ عشان في فراغ هان، فهو مال للمنطقه مين؟ هذه يا شباب، تمام؟ هيك بكون احنا حسبنا السنترود. بضل ايش تحسب؟ المومنت اوف انيرشيا لمين؟ للشكل. عشان تحسب المومنت اوف انيرشيا للشكل ككل بدك تجيب الايش؟ المومنت اوف انيرشيا يا شباب لا كل شكل، يعني للمستطيل عباره عن ايش؟ نفس الموجود في الجدول، الصوره هذيك في ملف الدكتور يا شباب، بدك تحفظ كل شكل ايش المومنت اوف انيرشيا. لو قلنا اي اكس راح يكون يا شباب عباره عن 1 على 12 في 60 في 30 تكعيب. هي هذه تبعت الدائره، لو رجعنا راح تلاقي ايش قانونها موجود في الملف تبعت الدائره، هيها اما باي في نص القطر تربيع على 4، او باي في القطر كامل تربيع على 64، بتعوض في اي واحده من هذول. بس ايش يا شباب؟ راح تكون بالسالب، يعني دائما الاريا او المومنت اوف انيرشيا لمنطقه فارغه حطها بالسالب. ليش؟ عشان ما ننقصها يا شباب، يعني هي سالب. طيب هل قلت بقول لك بعد ما تجيب المومنت اوف انيرشيا في العمود اللي هذا ايش بقول لك؟ اللي هو كل مساحه ضرب بعد سنترود الشكل عن سنترود اللي هو الشكل ككل. يعني لو بدك تيجي للمستطيل هذا اللي هو شكل واحد، وين سنترودو؟ سنترود تبعه في النصان في اتجاه مين؟ واي يا شباب، يعني انتبهوا لما تقول في اتجاه مين؟ واي. طيب هي في النص، طب وين سنترود الشكل؟ يعني على بعد قد ايه؟ 15. هي يعني هو سنترود تبع المستطيل 15 في واي. طب سنترود الشكل قد ايه؟ 15. فلما انت تيجي تقول اي واحد المساحه في دي واي، يعني بعد سنترويد عن سنترويد 15 ناقص 15 صفر، فبيطلع هذه صفر. والثاني نفس الشيء، الدائره السنترويد تبعها في واي هو نفس السنترويد للشكل ككل 15، فبيطلع صفر. لكن تعال احسب، لا اي واي المومنت اوف انيرشيا في الواي لمين؟ للمستطيل. راح نقول 1 على 12 في الواي، وين الواي يا شباب؟ هي اتجاه هي الواي، فبنقول 1 على 12
في 30 في 60 تكعيب، في 60 ايش يا شباب تكعيب، بيطلع معك القيمة. الدائرة نفس الاشي، نفس القيمة بالسالب، يعني المومنت اوف انيرشيا في الاكس نفس المومنت اوف انيرشيا المومنت في الواي. نفس الشيء بعدين بمسك كل مساحة اللي هي المساحة هذه بضربها في مين، فبعد السنترويد تبع الشكل عن السنترويد تبع مين، الشكل ككل. يعني تيجي لمين، للمستطيل. وين المستطيل السنترويد تبعه؟ على يعني هي مستطيل 30 راح يكون صحيح، لانه هنا 60. طيب والسنترويد للشكل قد ايه في اتجاه اكس؟ 28.5. انت يا شباب ايش بتساوي؟ نقص السنترويد تبع الشكل من السنترويد تبع مين؟ الشكل ككل. طلع معك سالب او موجب مواد تحت ايش يا شباب؟ التربيع. فيا شباب ايش بتساوي انت؟ شوف وين السنترويد زي ما قلنا تبع تبع الشكل وتبع الشكل ككل. هذاك عندك 30 في الاكس وهذاك عندك 28.5، نقصهم من بعض. يعني نقص 30 من 28.5 بيطلع عندك 1.5. هذا ال 1.5 ربعه، تمام؟ ضرب المساحة هذه بيطلع معك الرقم هذا. تيجي لمين؟ للدائرة. الدائرة وين السنترويد تبعها؟ هيو. وين سنترويد الشكل؟ عبارة عن 28.5، صحيح؟ ركزوا معي. سنترويد تبع الدائرة وين؟ هيو. سنترويد الشكل عبارة عن 28.5. طيب قد ايه المسافة بينهم؟ هذه قد ايه سنترويد الدائرة في الاكس ببعد عن المحور؟ هي 42 يا شباب. والسنترويد تبع الشكل 28.5، يعني بتقول 42 ناقص 28.5 بيطلع عندي قد ايش؟ 13.5. فبكتب ايش انا؟ اللي هو 13.5 تربيع يا شباب. وبضربها في مين؟ في مساحة اللي هي هذه مساحة الدائرة. بتطلع معي القيمة قد ايه يا شباب؟ بالسالب. تمام. بعد ما تعمل القيم هذه بتيجي بتجمع اللي هو ايش؟ زي ما قلنا زي ما احنا حسبنا سدود مجموع المساحة هذه بتجمعها هاش الاكس والواي. بتضرب المساحة في الاكس مجموع مجموع المساحة في الواي مجموع المومنت اوف انيرشيا في الاكس. ودائما لما تقول المومنت اوف انيرشيا في الاكس بيجي بعديها ايش؟ المساحه في البعد سنترويد عن سنترويد في الواي تربيع، والمومنت اوف انيرشيا في الواي المساحه في البعد تبع سنترويد عن سنترويد في الاكس تربيع. بتجمع هذول يا شباب حسب ما يطلع معك موجب سالب بتجمعهم. بعدين في ايش بيقول لك القانون؟ يعني احنا اول شيء حسبنا السنترويد للاكس اللي هو بيقول لك مجموع المساحه في الاكس في سنترويد الاكس على ايش المساحه، والواي نفس الاشي. طيب كيف بدك تحسب المومنت اوف انيرشيا في الاكس للشكل ككل؟ عباره يا شباب عن مجموع لو في الاكس عن مجموع المومنت اوف انيرشيا في الاكس، يعني هذه القيمه، هذه القيمه يا شباب، زائد مجموع المساحات المضروبه في البعد تبع الكل سنترويد تبع كل شكل عن سنترويد تبع ايش الشكل ككل في الواي، يعني زائد هذه. هذه يا شباب هي قيمتها شباب، هذه بس ايش بدها تعديل، هذه صفر. هاي يا شباب هذا القيمة صفر. فلما نجمع 1003 ايش اسمه 131783 سم زائد صفر بيطلع هي 131783. تمام. ونفس الشيء في ايش في المومنت اوف انيرشيا في الواي بجمعها في المساحه ضرب زي ما قلنا بعد المركز في الاكس عن الشكل عن مركز مين الشكل ككل، وبجمع هذول التنتين وهذول التنتين، وفي الاخير قلنا بنجمع اللي هو المجموع الكلي للمومنت اوف انيرشيا في الواي زائد هذه القيمه، وهي طلعت معك بالسالب عادي بتجمعها بالسالب ما هي بتتنقص بيطلع معك هذه القيمه يا شباب. هيك يا شباب تكون انت جبت السنترويد وجبت المومنت اوف انيرشيا لا ايش لا يا شباب للشكل حول ايش السنترويد يا شباب. تمام.
نشوف سؤال تاني يا شباب. هاي يا شباب لو أجينا سؤال تاني، هاي عندك شكل تاني. قلنا أول إشي بدك تفرض وين المحاور اللي بدك تعمل تحل عليهن. قلنا إحنا دائما نفرض وين على القرنة، يعني فرضنا هاي المحور وهاي المحور التاني. بس يا شباب لما يكون عندك شكل متماثل حول واي، يعني زي ما انت شايف متماثل حول واي، هيك انت بتصعب على حالك. يعني في السؤال اللي قبل ما كانش متماثل، فعادي اعمل لي زي هيك. لكن لما يكون الشكل متماثل يا شباب، الاسهل لك انك تفرض وين المحور. افضل لك انك تفرض المحور وين في هذا الاتجاه. يعني يكون هاي الواي وهي يا شباب مين؟ الاكس. تمام؟ يعني بكون هاي الواي عندك وهي الاكس، ومن هاي نقطة الصفر صفر هيك. تمام؟ تمام. هل كده بتيجي بدك تحسب المساحة، بدك تقسم الأشكال. يعني لو أجينا قسمنا الشكل وقلنا هذا شكل واحد، هاي هذا شكل واحد، وهذا شكل مين؟ اثنين. تمام. ايش مساحة واحد؟ تسعة في اثنين 18. طب ايش مساحة اثنين؟ ستة في اثنين 12. تمام. السنترويد تبع الشكل واحد وين جاي؟ في النص. طب ايش ببعد عن اكس؟ ولا ايش، لانه هو يقع على اكس، فصفر. نفس الشيء السنترويد للشكل الثاني، هنا فيش مساحات فاضية يا شباب. يعني انت اخذت هي المستطيل وهي كمان مستطيل، فيش عندك مساحات فاضية، يعني كله بالموجب معك، يعني المساحات بالموجب. طيب السنترويد تبع مين؟ الشكل الثاني جاي في النص على نفس مين؟ محور، يعني ببعدش عن محور الاكس، فصفر. فعشان هيك المساحة ضرب السنترويد في الاكس صفر صفر، بطلع عندك القيم صفر. تيجي لواي، المستطيل الأول قد ايه سنترويده؟ في النص. طيب من النص لهان واحد، لأنه هاد اثنين صح؟ هادي واحد، ومن هان لهان ستة، فإذا ببعد ايش؟ سبعة يا شباب. هيها سبعة. طب نيجي لمين؟ لمستطيل اثنين. وين نص سنترويده؟ بعد ثلاثة، لأنه هذا ستة ثلاثة، قد ايه ببعد عن الواي؟ ثلاثة. تمام. بعدين ايش بدي اضرب؟ بدي اضرب المساحة في السنترويد عن الواي. بعدين يا شباب عشان اجيب السنترويد بقول مجموع اللي هو المساحة في السنترويد في اكس على مساحة، وعشان انه صفر بيطلع معنا السنترويد في الاكس ايش؟ صفر، لانه الشكل متماثل حول اكس، قصدي متماثل حول واي، فبيطلع السنترويد في الاكس صفر. نفس الشيء يا شباب لما بدي احسب اللي هو مجموع المساحات في السنترويد حول واي على مجموع المساحات بيديني السنترويد حول واي، اللي هو بيديني قديش؟ 5.4 سنتي. يعني من هان لهان 5.4 سنتي بيديني ايش؟ السنترويد تبع الشكل. تمام. بعدين يا شباب بدي اجيب المومنت اوف انيرشيا، يعني بدي اجيب ايش يا شباب؟ المومنت اوف انيرشيا. حقيت اول شيء يا شباب المومنت اوف انيرشيا لمين؟ حوالين اكس، لان المستطيل الاول راح يكون واحد يا شباب على 12 في ايش؟ في المستطيل الاول. حوالين اكس راح يكون 9 هادي، يعني دائما كيف لما تقول تاخذ حوالين اكس تاخذ الضلع هذا زي ما هو، بس انت راح تكون معاك القيم عادي، مش مطلوب احفظ. 9 في ايش؟ في هذه القيمه ايش؟ تكعيب، 2 تكعيب بتعبي في الجدول. نفس الاشي لمين؟ لهادي، بس هذا راح يطلع القيمة أكبر. ليش؟ لأن أنت بتقول واحد على 12 في 2 في 6 تكعيب. تمام. طيب لما تيجي تحسب بعد ما حسبت السنتر بدك تحسب اللي هو بعد ما حسبت المومنت اوف انيرشيا بدك تحسب تضرب المساحة في البعد تبع البعد بين مركز كل شكل عن المركز الشكل ككل في اتجاه واي تربيع. تمام. فلو اجينا سنترويد الشكل في واي قديش؟ 5.4، يعني هيو
ايوه هات 5.4. نيجي للشكل الاول، وين الشكل الاول سنتر هذول الاثنين؟ هيو هان. طب انا بدي المساحه فرعيا هذه اللي هي عباره يا شباب، هذه الستة ناقص 5.4 بيديني قد ايه؟ 6 من 10. يعني هذه المسافه من هان لهان 6 من 10، صح؟ والمسافة من نص المستطيل لهان 1، لأن هذه 2 يا شباب، يعني هذه 1 وهذه 6 من 10، فبطلع المسافة قد إيه؟ 1.6 من 10. فبقول 1.6 تربيع ضرب المساحة هذه بيديني هذه القيمة، تمام؟ نيجي لمين؟ للشكل اللي في النص اللي هو الاثنين، 2.6 تبعه عند 3. هاي يا شباب عند النقطة 3، لأنه هذه 6 عند 3. طيب بدي المسافة ايش قلنا؟ اللي بين السنترود والسنترود الشكل ككل. طب هذه 5.4 من هان لهان، وهذه 3، يعني 5.4 ناقص 3 اللي هو 1.4. فبضرب 1.4 يا شباب تربيع في ايش؟ في المساحة هذه يا شباب. تمام؟ بعد ذلك باجي نفس اللي عملته لمين؟ للواي. ده احسب المومنت اوف انيرشيا للواي. لهذا لما تحسب المومنت اوف انيرشيا للواي بقول 1/12 في ايش؟ في 9 في 2 في 9 تكعيب. هذه 1/12 في 6 في 2 تكعيب. هذه المومنت اوف انيرشيا حسب الجدول اللي معاكم. طيب قد ايه بيبعد سنترويد كل شكل عن السنترويد الكلي؟ قلنا في الاكس 0، لانه راح يكون السنترود نفسه يا شباب، تمام؟ نفس ليش راح يكون هيو للشكل وكمان لنفسه، فهيطلع 0 0. راح تجمع مين؟ مجموع القيم هذه عشان تحسب السنترود للشكل ككل الاي اكس. راح يساوي ايش يا شباب؟ مجموع المومنت اوف انيرشيا في الاكس زائد هذه القيمه اللي هو المساحه في الدي واي، يعني المسافه من مركز الشكل في واي على مركز الشكل ككل تربيع، هيها زائد هذه القيمة. طيب والواي نفس الشيء، هذه القيمة زائد هذه، بطلع عندك هذه القيمة. نيجي يا شباب لآخر سؤال معانا، أي عندك يا شباب قطعة استراكشر، هي قطعة يا شباب هيها، وبدك تحسب لها السنترويد. يعني هذه قطعة أقول من الحديد وبدك تحسب لها السنترويد والمومنت اوف انيرشيا لها. زي ما أنت شايف الضلع هذا 9، الضلع هذا 26، وسمك هذه القطعة من هان 1.2 سنتي ومن هان 1 سنتي، تمام؟ أول إشي لو بدنا نعمل فصل نعد أشكال، فهي عندي شكل، عندي هذا الشكل 1 اللي هو هذا، هاي عندي 2، وهاي عندي الشكل مين؟ 3. هاي 1 2 3، فيش عندي فراغات يا شباب، لأنه فيش عندي حاجات فايش ببدأ حل يا شباب. أول إشي مساحة الشكل هاد عبارة عن 26 في قد إيش سمك؟ 1 سنتي، 26. طب تعال لهذا الشكل، 9 في 1.2 هي السمك، بيطلع 10.8. تعال للشكل اللي تحتيه كمان، 9 في 1.2 10.8. هيك جبت مين؟ المساحات. هيك بدك تحسب مين؟ اللي هو كل شكل قد بدنا نفرض المحاور، نسينا نفرض المحاور يا شباب. هاي المحاور قلنا لما يكون شكل عادي بفرض المحاور وين؟ على الطرف الشمال من تحت. هاي الاكس الموجب، هاي الواي الموجب، تمام؟ هل جيت لما نحكي الشكل هذا قد ايه الاكس تبعه؟ طب هو عرضه 1، يعني السنترويد في الاكس راح يكون ايش؟ في نص، يعني نص سنتي، في نص عن مين؟ عن المحور هذا، هي نص، تمام. نيجي لشكل 2، هذا شكل 2 راح يكون 9 كله، طب قد ايه بيبعد عن السنترويد؟ 4.5. وشكل 3 كمان 4.5، تمام. اضرب اللي هو المساحة في كل سنترويد بتطلع القيم هذول. نفس الاشي في الواي، لما نيجي لهذه
شكل واحد 26، يعني قدمت بعد سنترويد عن الواي في النص 13. تمام. الشكل اثنين، شكل اثنين زي ما انتم شايفين راح يكون سنترويد وين؟ اللي هو في نص القطعة الصغيرة هذه، اللي هي هذه في النص، لا وين؟ لهان. طيب اللي هو من هان لهان 26 يا شباب. طيب هي راحت ايش؟ نص القطعة، هو عرضها قد ايه هذه؟ 1.2 هذه وهذه. بما انه هذا عرضها 1.2 يعني نصها قد ايه؟ 0.6. يا شباب فلو نقصت من ال 26 بس 0.6 بيديني مين؟ سنترويد تبع مين؟ تبع الشكل اللي هو اللي فوق 2. تمام. لو بدك تيجي تحسب السنترويد للشكل 3 اللي هو اللي تحت، اللي راح يكون القطعه قد ايه عرضها؟ 1.5، نص القطعه المستطيله قد ايه؟ 0.6. لا للمحور هذا بيطلع 0.6، وبتضرب المساحه في الواي وبتطلع القيم، بعدين بتجمع العمود تبع المساحه في الاكس والمساحه في الواي، وبتقسمه على مين؟ على مجموع المساحه، عشان تجيب السنترويد في الاكس والسنترويد في الواي. زي ما انت شايف الشكل متماثل حول اكس، عشان هيك السنترويد في الواي قد ايه؟ طلع 13، لانه راح يكون وين؟ نفس الشيء في نص هذه، لانه الشكل متماثل. اما في اكس الشكل مش متماثل، في اتجاه قصدي واي مش متماثل، عشان هيك طلع سنترويد عندنا في الاكس مختلف. بعدين يا شباب بدك تحسب ايش؟ المومنت اوف انيرشيا اللي هو لكل مستطيل، اللي هو هذا لما نتكلم في هذا 1/12 باتجاه اكس، هنقول 1/12 في 1 اللي السمك هذا في 26 تكعيب. لو بدك تيجي لهذا المستطيل بدك تقول 1/12 في 9 في 1 تكعيب اللي هو السمك هذا، وهذا نفس الشيء 1/12 في 9 في 1 تكعيب. بعد هيك بدك تضرب المساحه في بعد كل سنترويد عن الشكل عن السنترويد الكلي تربيع. فلو اجينا للشكل هذا في واي، في الشكل هذا وين سنترويد تبع الشكل؟ في واي في النص. طب سنترويد الشكل هذا المستطيل لواي في النص كمان، ف 13 ناقص 13 صفر، فبطلع ايش عندنا قيمها. تمام. لما تيجي لمين؟ للقطعه 2 هذه، قد ايه سنترويدها؟ راح يكون هاي في نص هذول الاثنين، في 1.2 في نصها يعني 0.6. وقد ايه سنترويد الشكل في واي؟ 13. يعني عندك هنا 13 هذه، وهذه قديش؟ بس نازل 0.6، يعني بدي المسافة من هان لهان يا شباب. ما المسافة من هان يا شباب للآخر كمان 13، لكن بدنا ناقص منها مين؟ هي 0.6 يا شباب. تمام. يعني 13 ناقص 0.6 اللي بيطلع قد ايه؟ 12.4 تربيع، وبضربها في المساحة بطلع معي هذه القيمة. نفس الإشي للقطعة هذه، لأن راح يكون هاي سنترويد تبعها هاي سنترويد الشكل كمان، ببعد 13 ناقص 0.6. حقيقة لما نيجي للمومنت انفليشن حول الإكس حول الواي نفس الإشي. لو بدك تيجي لهذا الشكل هو عبارة عن واحد شو اسمه 1/12 في 26 في 1 تكعيب، لهذا 1/12 في 1.2 في 9 تكعيب، وهذا نفس الإشي تيجي تكتبهن. طيب بعد بدك تيجي تضرب كل مساحة في بعد كل سنترويد حول الإكس عن سنترويد الشكل ككل. طيب هاي الشكل هذا الأول المستطيل، وين سنترويده؟ عبارة عن نص، يعني في نص المسافة هذه كلها 1 في النص. وقد ايش سنترويد الشكل؟ 2.31 يهان. فلو انا نقصت 2.315 ناقص نص بيديك مين؟ هي البعد بينهم، لو ربعته وضربته في المساحة هذه بيديك هذه القيمة. نفس الاشي لمين؟ للمستطيل 2 اللي هو السنترويد تبعه وين بيجي؟ في نص 9. تمام. يعني على قد ايه؟ على 4.5. لكن سنترويد الشكل كله وين بيجي؟ عن واي في 2.315 عن اكس. طب هذا 4.5، هذا 2.315، لو نقصتهم من بعض بيطلع المسافة هذه. يعني يا شباب نقص انت، يعني حتى لو كانت قبل ولا بعد انا بس بدي المسافة بينهم،
وفي الاخير راح تتربع، حتى لو طلعت معك شيء بالسالب في هذه القيمه بتتربع، بعدين تضربها في المساحه ونفس الشيء هان، بعدين بتجمع القيم هذول في العمود، بعدين نفس الشيء اللي قلنا المجموع المومنت الفينيرشي حول اكس بيساوي المومنت الفينيرشي حول اكس زائد مين اللي هو المساحه ضرب البعد السنترويد عن السنترويد في ايش في الواي، وبتجمع هذول القيمتين ونفس الشيء انا بتجمع هذول القيمتين. تمام يا شباب، هيك بنكون يا شباب خلصنا ايش، ناقشنا مجموعة من الأسئلة عن ايش سنترويد والمومنت اوف انرشيا. يعطيكم ألف عافية يا شباب.